السلام عليكم. الاعراض اللي ظاهره الفتره دي، البرد والرشح والزكام والعطس، سيلان الانف، بعض الناس عندهم حراره، درجه الحراره توصل ل 40 41، كمان بعض الاحتقان في زورك في الحلق، بعض الناس عندهم الكحه الموجوده. الاعراض دي كلها اعراض انا بشوفها كتير الفتره دي بالذات. احنا في شهر 9، شهر سبتمبر، الشهر ده يعتبر فعلا شهر التقلبات الجويه، من انتقال من فصل الصيف لفصل الخريف، فدي اعراض فيروسيه واعراض بكتيريه واضحه مش محتاجه كلام. طيب الحل بتاعها ايه بسرعه كده؟ اعمل معاها ايه؟ اول حاجه تخلي بالك منها، لازم يكون زورك دايما رطب. الزور دايما يكون رطب. يعني ايه الكلام ده؟ طول ما الزور رطب او الحلق بتاعك رطب، تشرب ميه بانتظام، بعيد عن منتجات الكافيين اللي هي الشاي والقهوه، بتلاقي نفسك افضل. دي نقطه مهمه جدا. شرب الجنزبيل او القرفه او الكركم في مشروبات دافيه مع وجود العسل والليمون هايل جدا في الحاله دي، لانه بيرفع مناعه الجسم، كمان بيطهر الزور او بيطهر الحلق بتاعك من الفيروسات والبكتيريا او من الاثار بتاعته. كمان انا ممكن اخد بعض اعراض او بعض الحاجات اللي ممكن تيسر عليها الامر اكتر. ممكن اخد حاجه للبرد، الحاجات اللي تحتوي على سوديو افيدرين او تحتوي على الباراسيتامول، دي حاجات بتخفض حراره الجسم، كمان بتساعد في علاج احتقان الانف او علاج السيلان الموجود. دي كلها حاجات جيده جدا. لكن اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه المشروبات الدافيه، اهم حاجه الراحه التامه. الراحه بمعنى كلمه ان انت تستلقي على السرير او تستلقي لفتره طويله، دي مهمه جدا جدا. مش لازم تنعس، مش لازم تنام، لكن المهم الاستلقاء في حاجه زي دي مهمه قوي. علاج السيلان والعلاج الاعراض بتاعه الفيروس او البكتيريا الموجوده في الحلق بياخد وقت، بياخد من 3 ايام ل 5 ايام. في بعض الناس بياخد معاه 3 ايام بس والموضوع بيخف معاه، في ناس بتاخد معاه 5 ايام او اسبوع، وده امر محتاج للراحه بس، ومحتاج ان انت تصبر على الامر شويه. طيب برضه السؤال، الاسئله بس سالها يا دكتور، هو الفيروس ده قريب من الكورونا او نفس اعراض الكورونا؟ لاني حاسس بنفس التعب ونفس صدري بيوجعني وبكح كتير والكلام ده كله. التسميات دي ما تفرقش دلوقتي، احنا في متحورات كتير. يعني الفيروس نفسه، الفيروسات موجوده اسمها فيروسات الجهاز التنفسي، التحور بتاعها كتير وتتغير في الميوتيشن بتاعتها، الطفره بتاعتها. التغير بقى حتى مش كل اسبوع، مش كل شهر ولا كل سنه، لا ده بقى كل اسبوع بنلاقي متحور جديد بشكل جديد ووضع جديد واعراض، بس هي معظمها اعراض واحده ما بتتغيرش كتير. هي دي الفكره كلها. السلام عليكم.